افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بقب عباب الحارة في سيارة مطرها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقولي لكاني ولا ماني احضر يا ابو النباني ابو النباني. مين؟ ايوه انا بربيك يا ابراهيم بتدق وبتشليف يما تعال شوف شو لقيت اعتدالي بتدفع الجمعيه اللي عليك يما تعال شوف شو لقيت وعد اللي جابه طلع يما شوف شو لقيت وراك يخرب بيتك ياك شيل امك مين هاد ايه شكله وصل الاخ اللي وصيتي لي اياه ولك اخ منك بس بدي اوصي لك اخ دليفري يعني مش انت طلبتيه يا ما انا قلت لك 100 مره بدي اخ ولك شو عاملي بحياتي انا يبعت ليك ولد ترمبه روح كبه برا زدته هلا بيجوا اهله باخدوه حطه على الباب يا ما وين ارجعه هذا بيبي طفل صغير هو بس كاين هو انا ناقصني قرفك تجيب لي كمان واحد يا ما انا طول عمري نفسي يكون عندي اخ خلينا نخليه عندنا وبس يسالوا عن اهله بنوديه مشان الله يا ما طلعي بحلاها طلعي بضحك خلص بضل هون لليل بس عبين ما نعرف مين اهله هلا بدي ارنرن على الجرات نعرف مين اهله شكرا يا امي شكرا على الحنان هاد كله خده من وجهي يلا يسعد دينك اسمع انا اخوك الكبير من هلا بدك تسمع كلامي يلا شو بدي اسميك اسمع بدي اسميك محفوظه اسم امي ولا لا هاد اسم بنات طب بدي اسميك مشحم جونيور بعرف هو الاسم بده مسؤولية لازم لأنه تكون فتح وذكي وتكون شجاع وقوي اسمع طلع في حيث طب شو مريح طبعا فيه ولا الصوت هاي وطلعت فساد كمان أنا بورجيك والله لا تصير تكب زبالي وتجيب لي وي جال خدام ده قصير عندي ولا مشهم لا تكون أزيته للولد لا يما قاعد برقص له عشان كان يعيط حرام مسكين صغير طيب انا طالع اسال عن اهله وادور وبدي اجيب له اغراض عشان اذا عملها حاله اغير له يا رب ما تلاقيهم يلا دير بالك علي انا راح اسكر الباب لا تخشي يا امي سادير بالي على اخي انا واخي 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 انا واخي ولا بتفول على امك تموت الله يغضب عليك بس طب اسمع تلعبش بحرامي انت الحرامي وانا الشرطي بروح برا وباجي من يعني من اللي مش بلف يعني بضل جوا يعني مش برا بس هون وباجي على اساس انه بقبض عليك اوكي انت الحرامي يلا هسه بتبلش بس اسمع اذا بتغاوز بتبندق اللعبه يلا بس عشان تعرف خطتي يحيى بس اهم شيء اوعى تضلك ترن علي جرب نفسك عن كم شوف انت بتحكي بندقة اللعبة بالله عليك لا شكرا يا خالته والله لو بعرف انه اسعاركم هيك ما فصلتش طول عمري في هالمحلات اهلا وسهلا بتشرفينا يا ام ناجي خالته خاطب انت عفوا امور لانك والله يلا السلام عليكم هلا بالقرابه اهلا وسهلا استاذ تفضل كيف بقدر اساعدك اكرمك الله فاكح المشارده شغال هان لا بعتذر منك ما في حدا بهذا الاسم ما قصرت
بوس ايدك يا معلم خلاص بكفي ضريب. توريش شو بدك مني بكفي؟ وينكم يا ولاد؟ تعالوا شوفوا شو جبت لكم. نقطع نفسي على الدرج. هي اجت امي. إذا بتفتح فمك بطخك انت وامك. حاضر. زي زي البوبو. حاضر. يلا روح. اقعدون يا حبيبي خليك. ولا شو عامل لي له الولد؟ والله ما هو والله لا اربيك شكلك اذي للصبي. إيه ضربك؟ قديه؟ والله لا اطعميك قتل نص موت. خذ يا حبيبي خذ. اذيته للصبي شكلك والله لا اربيك حسابك بعدين. يا بابا ضربتوش ولا ضربني والله من هنالك قتل. تعالوا شوفوا شو جبت للبوبو انا، جبت له اواعي حلوين. بوبو بوبو مين؟ شايفه؟ زدت علي يابا. شوف يا حبيبي جبت لك بلوزة سفنج بوب. طلع تطلع بتجنن. يعني بتعرف تجيب للابن الغريب بلايز واواعي وابنك صار لي بنفس بلوزة 10 سنين وانا برشلوني. الولد خايف والله لا ألعن امك. لا يا حبيبي لا يا لا لا. جوعان بدك تاكل؟ أنا شبعان طبعاً لأنه هلكني كثير. حسابك بعدين والله لا أربيك. بدك أجيب لك شغلات؟ ولك أنت اللي قدك زي الحمار المفروض يروح يشتغل. هاي الأطفال الصغير الواحد لازم يدير باله عليها. تعال يا حبيبي تعال. آه بيي لازم أمي تعرف إنه في عندنا مجرم في البيت. آه يا أختي اعتدال. لا لا أنت خففي تدوير. لا عشان ما تتعبي. اه بعدين هي الولد وين بده يطير؟ اول ما يسالوا عليه اهله منوديه. خلص انت بدك تسمي بدني. يلا روحي روحي انصرفي. تعال كول يا حبيبي كول. استنى بس بدي اشوف الغضيب اللي ما اجى اخذ صحنه. ولا مجحم تعال يغضب عليك الهي صحنك راح يبرد. ايش هاد؟ لا يما نسيه من عضنك. ولا بدك تبطل يا حبيبي انت يا حبيبي. ولا بدك تبطل لي الغيره انت هاي. خلص اقعد كل انصرف خذ صحنك. نزي باكلش ولا لقمه لما تنزلي. ولا تاكل الاكل ولا هو مطعم يتقتلي. اختار شو عم تاكل. استغفر الله. تعال يا حبيبي تعال. يا ما صحيح انت ما بتساليش عن اهله للولاد؟ ايه ايه انا حطيت خبر عندي الجرات. خلص بدي يضل عنا. هو حب يضل عنا. خلص انت شو بدك؟ شو شفتك غيران بطلت بدك اخ صغير؟ والله اذا هيك الاخوه بديش اياها. عشان راح منك الدلال ولا عشانك اخ العنقود؟ دلال عنقود دلال. نسيت طعم الدجاج. انا قد ما بتعملي مجتره وجايبتي له انت لوساكا. كمل صحنك لقوم طعميك قتلي. حبيبي حبيبي انت حبيبي تعال تعال. لا ما هي بتوصل للبوس. انا عبتك بسمعي هسه. يما بدك تلاقي له حل. انا بربيك بمسكك بلقطك. لا يا حبيبي لا لا. تعال يلا بدنا نشوفه. تعال دعمي بقلة. تعال يلا. ابو شريك والله بتعرف بلاجي بدلليكني اكثر من مجحم. فكرني بمزاح يا زلمه مدلل. بتعرف لما اظل هون اقسم بالله بكيف. والله يا زلمه انسى انسى زي ما بدك وزياده. مين؟ مين اللي بده يتحمم هلا تحت الدوش؟ يلا يا حبيبي. مين الشاطر اللي بده يتحمم بالمي السخنه هلا؟ يما ايش هاد يما؟ بدك تحمميه؟ يما الا هاي. يلا يا حبيبي تعال. شو رايك انت تيجي تحممه؟ ايش احممه؟ لا يما حمميه انت. خلص انت حمميه وانا هيني برا بس تخلصي ناديني. يلا اشلح لي بنطلونك. يلا يا حبيبي يلا. يا اختي يا اختي.
يا الصغار ما شاء الله عنهم، ما احلاهم متفاهمين. ولك لن لو تشوف الولد كيف متعلق بمجحم، يا الله روحه متعلقه فيه. ولا مجحم الثاني بحب يلعبه وبده يحممه ويطعميه، وانا مخليني اقرب عليه. شوف علي وانا بطخك وبطخ امك، اسمع فكر بمزح. هيو السلاح. هلا اسمعي، انا بس رنيت اذكرك اليوم المساء تنسيش هن نروح عندي افتكار. ولك مش افتكار نفسها، بدنا نروح نقول فيها للمرأة. انا التهيت مع الولد بس الليلة بننام عندها ان شاء الله. يا حبيبي خلص بكفي. ماشي يا اخي، مش بخدي لها هدية انا. تكويبو قصيني. خلص بكفي اني انا رايحة. ماشي يا حبيبي، يلا باي باي باي. يلا يا اولاد تعالوا. بالله عليك يا ماما تتركيني لحالي. قسما عظما يا مجحم، اذا ما بتغمض عينيك وبتنام لاخدك على غرفه الفيران واجيب لك ابو رجل مسلوخه. يا ما هو نفسه ابو رجل مسلوخه. ولا كلمه. يلا حط راسك ونام، انا بدي اطلع. هذا الهم استودعتك لله يا حبيبي. يلا باي. شفتك وانت متأشر. ما أشرت لها والله. شفتك وانت متأشر لها يا حبيبي. آسف. إذا متأشر زي هيك بقتلك كف أقوى من هذا. حاضر. ماشي ماشي. هالسلام عشان عندك مدرسة بدي أسمع شخورك للصوت. تعالي. أيوه مش هيك مش هيك. الو زي ما احكي لك صوري شوي اللي هيك تمام. والله زي ما كان احكي في الخطه يا زلمه، مش عارف زي كان والله بيساعدنا. اسمع تعال بعد 10 دقائق لانه هاي هسه طلعت وهسه بترجع بتعملها لانها مجنونه هاي بعرفها. بتحب هذا بلطشه. اسمع بسيبك من البيت. والله وقعت وما حدا سمع عليك يا واطي. شوفي شو مالك؟ شو مالك؟ والله انا بعد الفيديو لامي هيني بصورك انك مجرم وحرامي وبدك تسرقنا. بدك تبعته لامك، امك هلا مروقه وقاعده. حرام انت مجننها في الدار ومبرمرها في الدار، بدك تجننها على التلفون والمسجل دمك يا زلمه. والله لو بعتلها اياه والله نازل تضربني طول الوقت. هسه انا بضربك من كثر المحبه. الله يسامحك يا مجحم، فوق ما جاي ادللك وجاي اعمل لك كل شيء بدك اياه. انت؟ والله انا يا مجحم. شوف انا يا مجحم في سر خطير، بس اوعى تحكي لاولاد الحاره لانه بنفضح وين مواقع التواصل الاجتماعي. عيب عليك يا زلمه، وقت والله ما يطلع بيننا. احنا عصابه بيبي ستارز. بيبي ستارز؟ بدل لك كل شيء احسن من شيء، بس انا عندك تلفون خربان بدي لك احسن منه. تخيل وين بتبدل لي البلاي ستيشن. عندك بلاي ستيشن 4 بدي لك اياه بلاي ستيشن 5. طيب احسنكم. بعدين انا جاي ادلي لك يا مجحم، جاي اعمل لك كل شيء. ايش انت 10 سنين لك على بلوزه هاي ريال مدريد وبدك تبدلها ببرشلونه؟ صح. وبغير لك اكلك، بخليه بدل مجدره بيتزا برجر. والله بتعرف يا مجحم شهيتني. بجان الله، والله طلعت من نفس المجدرة. افهم علي، هسا بكرة الصبح أنا شو راح أعمل؟ إيش؟ راح أغير لك كل أساس الدار. شايف كل هذا؟ راح أبدل لك يا أحسن. وأنا اللي ظلمتك يا معلم ومفكرك جاي تزرقنا. أغير لك الديكور ومش ديكور، أغير لك الشاشة والبلاي ستيشن وشو ما بدك وزيادة يا غالي. يسعدني لك يا زلمة، قسما بالله انكم عصابة هيك. طب معلم أنا بدي أروح أحضر الأغراض اللي بدها تبديل. تمام؟ ماشي يلا روح عشان تساعدنا. أوكي؟ عشان من هلا الصبح تيجي أمك وتنبسط. يسعدني لك. أهلا وسهلا بالشباب، أهلا وسهلا بالحلوي. خش تعال قول لي قول لي كيف الوضع؟ كيف البيت؟ مية مية الأمور ماشية مية مية. وين تكفونا تعمل ايش انتوا؟ أهلا وسهلا بالشباب نورتونا. والله الصراحة أنا نقلت ما شاء الله صدق علي. شو بدك أول شيء يتغير يا مجحم؟
يحيى قال لي عنكم تبدون الاغراض، يسعد دينكم عن جد، الله يكثر من امثالكم. يعني جد يسعد دينكم. بدنا نبدل الاغراض. انفروا انت، روحوا يلا. بدلوا بدلوا، خذوا كل اغراض الدار. كلها بس بدلوا لي اياها بس. يلا 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 يا شباب يلا. يسعد دينك يا معلم. أوه. ما شاء الله الشباب شغيله. شغيله طبعا. يا معلم هذا الضوء خذه بالله عليك، جيب لي ابني واحد جديد عشان عيد عيد الام قرب. أوه. فبدنا الغساله كمان يغيروها بالله عليك. ماشي يا حب. انا اسف اني ظلمتك قبل شوي. الله يسامحك. اني كنت شاك فيك، بس بالله عليك انك تمشي لي اياها. بدي اعطيك موبايلي هاد، تجيب لي الجديد. موبايلك؟ بدي لك اياه؟ الاجدد. لعيونك. لعيونك. اسمع، بدل اوعي اشلاح ولا؟ لا، ابى اجيب لك بنور زي دار. طب يا معلم، بينفع تاخذوا امي وتبدلوا لي اياها بوحده احسن؟ شو اقسم بالله ما عندك ضمير، انت بدك تبدل امك؟ ايه، بنت حلال يمه، شكرا بالجرم المشهود. ماما. بدك تتهبل مفكرني مجحم، بدك تضحك علي ولك ماسكتك من اول لحظه يا واطي. هاي الشباب هذول كلهم بيشتغلوا في المنظمه اللي بيبدلوا الاغراض، ولك شو عامل بحياتي انا يجيني هالاطرم بس؟ اخرس ولا كلمه، كل الادله عندي. اكتبي. كده يا بنت احسن. تنجح خطة تفشل خطة والمجرم تمسكه الشرطة. بندقة يا كبير. الله يخليك، خليني اطلع من السجن. بس يا معلم بس. الله لا يردك. تعرف يما اني كنت شاك فيه، ولك كل اللي صار ولسه شاكك؟ انت ليش ولا لهلا صاحي؟ قسما بالله اذا بمسكك ما بتكون نايم لاعرسك قرصه من قلبك. يا ما انت بدك تضلي تضربي، انا بروح مع الشرطه. اشرفني. خذوه اعطونا كلب بوليسي مشان الله بداله. افتح تحت تحت تحت. افتح باب سكر باب، اطلع درج طق طق بقب عباب الحارة، في سيارة مطرها كحل الشاب طيار، اسأل عنه بقول لك وهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي. ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني، أقوم تقعد مكاني لا تقول لي لكاني ولا ماني احضر يا فنو بلمي.